Hello, my student. How are you today? I hope you are doing well. I am your English teacher from Hibatullah Schools. And today we will explain to you the grammar section from unit number 8, the past perfect. Okay, اليوم رح نشرح ال past perfect. خلينا يا سادس الآن نبدأ الشرح بسم الله. إذا قاعدتنا اليوم بتحكي عن الـ past perfect. شو معنى past perfect يا سادس؟ اللي هو الماضي التام. في الفصل الأول بالسكند سمستر إحنا شرحنا لكم عن الـ present perfect اللي هو المضارع التام. جدا كانت سهلة، إحنا حكينا الـ has والـ have زائد الـ past participle اللي هو verb 3. اليوم راح ناخذ الماضي، الماضي التام وليس المضارع، فالماضي من has و have هي الهاد، إذا هاد مع الفيرب 3. كتير سهل القاعدة يا سادس، خلينا نبلش فيها. شو هي تعريفها؟ إيش هي الباست بيرفكت؟ الباست بيرفكت هو حدث حصل بالماضي وانتهى قبل حدوث حدث آخر، أوكي؟ يعني هو رح يكون في الجملة حدثين، واحد منهم حصل قبل الآخر، اللي هي هون الحدث اللي حصل قبل الآخر وانتهى، هون بنسميه الـ past perfect، هون بنسميه الـ past perfect. إذن هو حدث ما بدأ وانتهى قبل حدوث حدث آخر في الماضي. إيش الفورم أو شكل الجملة ترتيبها؟ بالأفيرماتيف بالشكل بالجمل المثبتة عندنا subject الفاعل، عندنا كان بالبريزنت بيرفكت كان عندنا هاز وهاف. بالماضي شو ماضي الهاز والهاف؟ عندنا الهاد. إذا الهاد بعدها رح يجي عندي الفيرب 3 اللي هي الباست بارتيسيبل زائد تكملة الجملة، أوكي؟ في حالة النيجاتيف كانت جدا سهلة، كل الجملة تبقى كما هي، منزيد النت على الهيلبينج فيرب اللي هو عندنا هاد، بتصير هادنت مع الفيرب 3. تمام. بالانتروجاتيف يعني في حال السؤال بنحط الفعل المساعد في اول الجمله، او زي ما احنا علمناكم انه بعكس اول كلمتين، فبتصير عندي هاد زائد سبجكت زائد الفيرب 3 وتكمله الجمله، وما ننسى الكويشن مارك يا سادس. تمام. هلا في عندي دلائل بالجمله بتدلني على هذا الزمن، اللي عندنا after before when last مع أي time. تمام. after before when أو عندي last مع أي time، last year last month. أوكي، خلينا نبلش بالexercises اللي أمامي عشان أوضح لكم. في عنا sentence one: she had learned dancing before she left for Europe. الآن يا سادس إحنا حكينا إنه في حدثين بيكونوا بالجملة، يعني في عندي زمنين، واحد حصل قبل الآخر، تمام؟ هسا الحدث اللي انتهى قبل بدء الحدث الآخر هو اللي عندي الباست بيرفكت، هو عندي الباست بيرفكت، أوكي؟ الجزء الآخر من الجملة رح يكون عندي سيمبل باست، يعني الماضي البسيط، الماضي البسيط بدي أرجع أشرح لكم إياه بشكل سريع لأنه إحنا أخذناه زمان. شو هو الماضي البسيط؟ الماضي البسيط هو subject زائد الverb to وتكملة الجملة. الماضي التام هو التصريف الثاني للفعل يا سادس، أوكي؟ مثل كلمة عندي left، leave left. تمام؟ في حالة النفي didn't، في حالة النفي didn't زائد الverb one، أوكي؟ إذا الماضي البسيط في نفس الجملة رح يكون في عندي جملتين مربوطين ببعض، يعني زمنين. في عندي واحد رح يكون عندي past perfect اللي هي had مع الverb 3، والجزء الآخر رح يكون عندي simple past يعني verb 2 يا سادس. تمام. أشرح لكم حسب الجملة الأولى: she had learned dancing before she left Europe left for Europe. أوكي، الآن بحط خط أو دائرة على الكيوردز الدلائل. في عندي كلمة before هي الدليل في الجملة على هذا الزمن. هلأ يا سادس بدكم تعرفوا القاعدة، إذا إجت before أو when في وسط الجملة فإنه اللي بعدها رح يجي عندي فعل verb 2، يعني جملة الماضي البسيط،
وما قبلها رح يكون عندي الماضي التام اللي هي had مع الفيرب 3. تمام؟ إذا أول شيء بتفرج على الجملة، بقرأها كويس، بحط دائرة حول الدليل. هلا عندي before، when إذا إجوا في وسط الجملة، ما بعد before when لازم يكون عندي verb 2 يعني الزمن الماضي البسيط. الجزء الآخر من الجملة رح يكون عندي had مع الverb 3. تمام؟ كمان مرة في الجملة رقم 2، after we had catched sorry after we had chatted for a little time we played chess. إذا أنا هيني عندي زمنين بيناتهم فاصلة، ولكن المرة هاي الكيورد حطيناه في بداية الجملة. أنا حكيت لكم before when وراها مباشرة verb 2، لكن لاحظ after، after عكسها يا سادس، after عكسها، يعني after وراها مباشرة لازم يجي عندي الverb 3 مع had اللي هي الماضي التام، والجزء الآخر من الجملة راح يكون عندي verb 2 عكس ال before. اوكي، إذا عكس ال before وال when، before و when وراها مباشرة verb 2، الجزء الآخر من الجملة راح يكون عندي had مع الverb 3، بينما after، after وراها عندي الverb had مع الverb 3، والجزء الآخر من الجملة راح يكون عندي الverb 2 we played. إذا had chatted. تمام؟ Number 3، نجي للإكزامبل نمبر 3، برضه هون الكيورد حطيناه في بداية الجملة. When we finished dinner, we had gone to the sitting room. Okay؟ الآن وين الدليل بالجملة عندنا؟ when، حكينا لكم when زي before، when و before لازم يجي وراها verb 2، إذا we finished. الجزء الآخر من الجملة راح يكون عندي الهاد مع الverb 3، إذا had gone من الفعل go. أوكي يا سادس؟ القاعدة جدا سهلة بس بدها تركيز. أول يعني لو بتتبع الخطوات، بقرأ الجملة جيدا، بحط دائرة حول الدليل، بشوف الدليل إيش لازم يجي وراه وإيش الجزء الآخر من الجملة رح يكون. تمام؟ Number 4 نيجي لإلها الإكزام. I had arrived home before it began to rain. أوكي؟ وين الدليل بالجملة عندي؟ before. before حكينا وراها مباشرة verb 2، هيها عندي began من الفعل begin، والجزء الآخر من الجملة رح يكون عندي الهاد مع الverb 3. تمام؟ إن شاء الله تكون وضحت يا سادس. عنا before when نفس الزمن رح يكون وراها مباشرة verb 2، الجزء الآخر had مع الverb 3 عكس after. after عنا وراها لازم يجي عندي الهاد مع الverb 3 والجزء الآخر الverb 2. إذا تتكون الجملة في هاي القاعدة من حدثين، أحدهما ماضي تام والآخر ماضي بسيط. الحدث الأول هو اللي راح يكون الماضي التام سوري الماضي التام اللي هو الباست بيرفكت، الجزء الآخر راح يكون عندي السيمبل باست. هون زي ما أنا شرحت لكم، إذا شاهدت when و before راح يكون وراها مباشرة verb 2، هي when so before ate. تمام؟ عكس after، after راح يكون عندي ماضي تام دائما. تمام؟ after عندي had written، الجزء الآخر اجت عندي الverb 2. القاعدة جدا سهلة بدها بس شوية تركيز. تمام؟ خلينا الآن ننتقل أنا وياكم للإكسرسايزز. انتبهوا الآن للتمرين. Find the mistakes and correct them. السؤال يعني أوجد الخطأ وصححه. بقرأ الجملة يا سادس. I visited Sam after he had went home. القاعدة بتحكي لي أول شيء بقرأ السنتنس، بحط دائرة على كلمة after. after رح يكون وراها had مع الverb 3. انتبه يا ساد، هاي had، هل عندي هون verb 3؟ إذا خطأ، عندي went verb 2. إذا خطأي في هذه الجملة هي went، تصحيحها لازم يكون من الفعل go gun. أوكي، نأتي لا to. when she had seen a film she played baseball. بحط دائرة حول الدليل عندي when، when وراها لازم يكون verb 2، والجزء الآخر عندي had مع past participle، فلازم يكون الفعل سي ماضيها سو والجزء الآخر had played. إذا خطأي في الجزء الأول عندي had seen، لازم تكون سو لأنها verb 2 لازم. أوكي، she played لازم تكون she had
played. Okay. Number three, before Tom eats, he had left the kitchen. عندي before الدليل وراها لازم يكون verb to. وشوفوا عندي هنا إجاني verb one يعني مضارع بسيط. وراها لازم يكون الجزء الآخر had مع verb three هون إجا عندي صح. لكن الجزء الأول عندي خطأ لازم يكون verb to. Eats راح تصير ate. Okay يا سادس. Number four, after I hear her story, I believed her. دليل بالجملة عندي after وراها لازم يكون ال had مع ال past perfect. إذن خطأي here لازم يكون had heard. والجزء الآخر صحيح لازم يكون عندي verb to. تمام يا سادس. الآن ننتقل للتمرين اللي بعده. Correct the verb between brackets. صحيح الفعل اللي موجود بين قوسين. الآن في عندي I hurry to my school after I فراغ hear the news. دليلي after. After قبلها لازم يكون عندي verb to. إذا hurried. وafter حكينا had مع الverb three. Had heard. Okay. Number two. When we. When حكينا وراها بيجي فعل ماضي بسيط. Bought. إذا when we bought a car. We. الجزء الآخر حيكون had. فيها not. إذا hadn't gone in bus. هون انتبه لي في عندي سؤال. راح أشوف الدليل بالجملة عندي when في الوسط. when مباشرة راح يكون هون verb to. إذا الجزء اللي عندي لازم أصححه راح يكون الهاد مع الباست بيرفكت. إذا في حال السؤال راح يكون عندي had they get got. أوكي الفعل got الverb 3. تمام. number 4 عندنا we were very tired after we. after وراها شو حكينا يا سادس؟ had مع الباست بارتيسيبل. إذا had come from the journey. The last one برضو عندي سؤال أول الفراغ. He passed the exam when we studied very hard. عندي when لازم يكون بعدها verb to. الجزء الآخر رح يكون ال had. إذا had he passed the exam. Okay ننتقل نكمل ال exercise 6 before علي. إذا before لازم يكون verb 2. إذا before علي played football he الجزء الآخر had. he had had. ليش حطينا he had had تاني يا سادس؟ had اللي هي الفعل المساعد الرئيسي في الجملة. عندي الفعل المين ايدي سوري المين فيربس بهاي الجملة عندي have. طب have شو الماضي التام منها؟ had. فصارت عندي had had some milk. اوكي نمبر 7 we do some the homework after. after راح يكون عندي قبلها did لأنه verb 2. وafter وراها دائما حكينا had مع الverb 3 had come. سليم sleep when. when حكينا verb 2 معاها والجزء الآخر حيكون عندي had. إذا سليم had slept when I arrived. إذا يا سادس لازم نقرأ الجملة نحدد الدليل وبعدين من الدليل بيبين عنا شو بيجي بعده والجزء الآخر إيش راح يكون. فهاي القاعدة بدك شوي تتركز فيها وبرضو تحفظ تصاريف الأفعال يعني الباست بيرفكت. لازم تحفظ الفيرب تو والباست بارتيسيبل من الفعل. يعطيكم ألف عافية وبشوفكم على خير إن شاء الله.